الشيف ريشار بيلاقيكن من التنين للجمعة بحلقات مختلفة من ولا أطيب. تنين، الأكل المغذي مع الاختصاصيين. ثلاثة، المطبخ والمشاهير، وضيفة الحلقة ممثلة باتي توتل. يعني مع شيف ريشار الأكل ما بقدر أكل شيء بجنن. الأربعة، تنوع المطبخ الغربي. الخميس، سحر المطبخ الشرقي. الجمعة، طبخة من إيد ضيف نستقبله أو بيستقبلنا. ولا أطيب يومياً تنتين الظهر على الجليد.